مساء الفل، أهلا وسهلا بالحبايب. من أعظم الألحان عمل الموسيقار رياض الصنباطي لسفيرة الفن العربي سيدي فيروز، وهي حبيسة الأدراش محبوسي لحتى هذا الوقت. طبعا الكلام في اثنين لجوزيف حرب رحمه الله، وواحد لعبد الوهاب محمد رحمه الله. وفيروز المعروفة عنا هي عاشقة للأصالة وللموسيقى الشرقية الحقيقية، وهذا شيء معروف عن فيروز. وأكبر دليل على ذلك منشوف صوته بألحان فيلمون وهبي، هذا بدلنا عن هذا الموضوع. والسؤال الذي يطرح نفسه، ليش لحد هلأ السيدي فيروز حابس هالأغاني بدرجة وما ظهره؟ وكنا نتمنى جدا كيف الصنباطي بده لحن لفيروز. هلا كلمات جوزيف حرب، طبعا بالأخير هو كان الثنائي الضخم، كان فيروز وجوزيف حرب ملتصقين، بالإضافة للثالوث اللي هو فيلمون وهبي. قدموا لنا أجمل ما غنت فيروز على الإطلاق، مع حبي الكبير إلى عاصي ومنصور وزياد. بنشوف جوزيف حرب عمل له مثلا أمشي إليك، أمشي إليك اللي هو لحن الصنباطي. بنشوف العمل الثاني بيني وبينك خمرة وأغاني، هاي صاروا اثنين لجوزيف حرب. بنشوف الأغنية الثالثة للأستاذ عبد الوهاب محمد، آه لو تدري بحالي. هلا بعد رحيل الصنباطي ابنه أحمد قال لك فيروز ما راح تغني، وهذا لحن لا أبي وبدي اسمعه. حب صوت هيك شاب من لبنان اسمه سمر كموج. يقول الموسيقار أحمد الصنباطي الله يرحمه اللي هو غادرنا ب 2012، يقول إن يعني قصة ألحان فيروز الثلاث هي قبل وفاة أبوه بسنتين. بيقولوا إن وزير الإعلام الكويتي جابر سالم الصباح بيقول هون بيحب فيروز كتير وبحب الصنباطي، بده يشوف بقى لحن هذا اللي لحن لأم كلثوم الشرقي الكبير وهالصوت الملائكي. فرحبت فيروز بالفكرة والصنباطي أيضا، وكانت هذه الأعمال. بنسمع نحن من مكان تاني أنه السيدي فيروز طبعا لما اختلفت مع زوجها الله يرحمه ويخلي لنا فيروز، هي قررت أنه قالوا الناس أنه هي خلاص ما فيها تغني برا الرحابني، صوت الطبع مع الرحابني. فهي قررت أنه لن تغني إلا مكان ناس مثل الرحابني وأكثر، حتى يفرجوها أنه فيروز قادرة تغني لأي لحن جميل. وعطتنا الدلالة بسكن الليل، وعطتنا بألحان عبد الوهاب، وعطتنا فيليمون مانو رحباني، وكانت عظيمة. هلا من بعد الجلسات اللي تمت بين الصنباطي وفيروز وسمع لايف قدامه، تعقد الزلمة. شو بيقول؟ قال هذه الكلمة العظيمة، قال والله لو ركب إحساس فيروز مع صوت أم كلثوم لشفنا بحفلات أم كلثوم سيارات الإسعاف عم تشيل الناس على المستشفيات، لكن الله هو عنده كل شيء. فهون هذا العظمي، هون شو عم يمزج هون الصنباطي؟ لا، الصنباطي اللي تعود يلحن للصوت الكبير المليان كان يركز على الأصوات العريضة والفية مساحة. فيروز هون عقدته بالنطق، يعني النطق اللي عندها فيروز هي وعم تحكي. إذا شفتوها بالمسرحية بتفكر في سولفيج هي وعم تحكي، سحريته هون للصنباطي. كذلك الأمر الموسيقار أحمد الصنباطي الراحل بال 2012 بعد رحيل أبوه الله يرحمه، قرر أنه يجب تخرج ألحان أبوه إلى النور وتسمع الدنيا شو عمل لفيروز. إلى حد هذا الوقت لا نعلم، مع العلم أنه فيروز بعام 1985 سجلت الأغاني، سجلت الموسيقى مش هتركب صوتها، يمكن يكون ما عجب التسجيل أو ما اقتنعت فيه. هذه فيروز ما في لعب مع أي شيء، يعني هي وابنها حشاش الكبدة عدلي هون الجملة، هيدي هيك لازم تكون يا أمي، أنا هيدي اختراعي، أنا اختراع الموسيقى، أنا شو عم اشتغل يا ابني لكن أنا شوف أدي الفن الصادق. كذلك الأمر بعام 1995 أعادت الفكرة وأعادت التسجيل للأغاني، طبعا هاي سمعناها من الموسيقار زياد الرحباني ابن فيروز. نحن اللي عم نتساءلوا حبنا لهدول العظماء، وهيدا يعني كتير بيألمنا، ليش فيروز ما غنت هالألحان العظيمة اللي سجلتها واللي تدربت عليها
مع العلم الله يستر آخرتها يا رب وما يرميها من جسدها بالمرض. مع الاحترام الكبير للسيدة فيروز ولمقامه ولصوته ولعطائه، يعني لو هلأ قرر يتسجلون لا أعتقد بقى ينجحوا مثل، لأنه مضى زمن، الإنسان عم يكبر عم ينزل صوته عم يتعب عم يمرض، ما عاد فيها النكهة الجميلة أو فيها الرنة الحلوة أو هالقفلة. فيروز سيدة القفل، بس تقفل بتوقف شعر بدنك. هذا هو العلم، هذا هو الصوت الرباني. لكن البني آدم قلنا لكم يعني كل واحد له يومين إلى زوال، بس يكبر الإنسان ما بفي عنده هذا العطاء. يعني أنا بالذات عندي ألم كتير هالألحان الجميلة وهالكلام، ما يكون صوت فيروز ختم بالصنباطي مثل ما غنت لعبد الوهاب، مثل ما كانت عاشقة لموسيقى وصوت الخالد فريد الأطرش. فهون تقدمت سيدي فيروز الحبيبة فسألوها شو بدك تغني؟ قالت بدي غني لفريد الأطرش. فغنت يا ديرتي لأسمهان العظيمة، وأيضا غنت يا زهرة في خيالي، وهلا من بعد أمركم اسمعوها من تم فيروز. تفضل. وبعدين سألوني شو بعرف غني، غنيت وين أسمها فريد الأطرش يا زهرة في خيالي. وفيروز مطربة الدنيا اللي بيسألوها عدة مرات مين مطربك المفضل، كمان في أحد مقابلة بتقول الموسيقار فريد الأطرش، أكبر مطرب وأكبر ملحن وهو كله بيقول لك فريد الأطرش. وهذه هي حقيقة، هذه هي حقيقة. يعني أنا مباري عم اسمع بقى عايز تنساني، شو هاللحن هذا؟ شو هاللحن الشرقي الصافي 100%؟ ما في شائبة اللي يعني اللي ما بيعرف الشرق بيسمع هذا اللحن بده بقى يعشق يشوف شو بلاد الشرق. فريد بعوده وبموسيقاه وبصوته قدر يعمل ملك الغناء، قدر يعمل المميز في الغناء. نشوف فريد عبد الوهاب عم بيحكي عنه، ام كلثوم حكيت عنه، الصنباطي حكي عنه، مين في الدنيا حتى الغرب ما حكي عن هذا الزلمه العظيم؟ اذا فريد كان مثل الكنز المفقود، كل ما واحد قرب منه عشقه، كل ما واحد عاشره مات فيه داب فيه. كان أيقوني للناس، نقعدت معه حبيته، نسمعت عزفه يا لطيف، نسمعت حنانه بغنائه، نسمعت بلحنه. وبعدين فريد ما بيعطيك اللحن، ما بياخد من حدا شيء، مكتبه بيحب الناس، بيقول ده الرب هداني ده وأنا بهديك. فيروز يعني لما بتعترف وبتقول أنا لمين غنيت وكذا، يعني هذا اسم العطاء، إنه هيدي هالكبيرة مين؟ لا أنا غنيت لفريد ولا أسمهان. يا سلام، والاعتراف بالحق فضيلة. إذن تحية حب للعظيمة فيروز، الله يطول عمرها بدون مرض، إن شاء الله بتضل أيقونة الشرق، لأنه ما فينا ننسى غناء فيروز ولا مسرحيات فيروز ولا أي شيء طلع من فيروز، لأنه ما طلع من عندها إلا الفن الراقي الجميل، لأنه تأثر بالعظماء فأصبحت عظيمة وصفت مع العظماء. وكذلك الأمر منقول رحم الله دائما روح موسيقار الأزمان الخالد فريد الأطرش، وعظيمة الصوت اللي رحلت وهي في عز الشباب وعز العطاء أسمهان أيضا. شكرا حبايب، أتمنى من بعد أمركم كمان اسمعوا، رجعوا اسمعوا أسمهان يا ديرتي موال، شوفوا من أي متى مغنيتوا، شوفوا شو بتعمل بصوتها. عصفور عم يغني مش إنسان، عصفور عم يغني يا ديرتي مالك علي، هي ألحان أخوة العظيم فريد الأطرش. ويا زهرة في خيالي معروف، هزت الدنيا يا زهرة في خيالي. شكرا حبايب، شكرا لكم لإصغائكم، وشكرا للعظيمة فيروز لأنه دائما تتكلم بالصدق والحق، والمجد والخلود دائما للعظماء. شكرا حبايب، شكرا، وأهلا وسهلا بكم على الدوام.